المذر وكده. أم الأم فده كده احنا عملنا عيلة يعني كده, we have the son and we have a mother, يبقى كده we have three gods. ف يعني كده. انا معلش هشرح بس اه المهم لا بتقوله ان هي قارت في المسيحيه, وان هي لقت انه ده اللي هي قارته عن لسانها هي, ان هي لقت انه يقولوا في المسيح ابن الله, المسيح ابن الله ومريم الام, والمسيح وطبعا وطبعا كده يبقى احنا زي ما عن ثلاثة. لسان منى برضو ان هي بتقول احنا كده عندنا ثلاثة آلهة وكده عندنا عيلة, مش إله, مش عندنا الله سبحانه وتعالى. بالظبط. وبعدين في the Holy Spirit, بعدين في the Holy, اللي هي فبرضه يبقى في الروح أربع القدس. gods. ف يعني ما كانش logic نهائي نهائي, يعني ما كنتش شايفة نفسي اللي هو ايه ده ازاي. وبعدين ازاي ربنا رحيم وبيحب الرحمة, فازاي هيعذب ابنه على the cross, على الصليب. ازاي يعني this is يعني ده الصن بتاعه, فانت ربنا ده مثال للرحمة ازاي. فما قدرتش يعني تقتنع, اميل ده خالص يعني. فكان الإسلام يا منى. طبعا ربنا واحد وسيدنا محمد رسوله, يعني هي it's very logic, ودين كله كله شايفة logic. ان ده في منطق يعني, طبعا انت شفتي ان طبعا في منطق. طبعا. طب انا عايز اسألك يا منى, انت اتعلمتي زي ما انت حكيت لنا ان انت اتعلمتي القرآن في لندن, كنت باباكي بيحاول يخليكي تحفظي قرآن وكان بيحاول يخليكي تقربي من الإسلام, لكن انت وقتها زي ما قلتي ما كنتش حاسه بقيمه ده, او يمكن عشان السن كمان ده عامل, او يعني ده كان حاجه بتاثر لا, والصحبة والعيشة والصحبه. مختلفة يعني ايه بتفرق. الفرق بقى بين لندن ومصر مثلا؟ يعني ايه اللي حصل في مصر خلاكي غيرتي وجهه نظرك تماما وغيرتي كل احساسك من جوه, ان انت بقيتي عايزه تبقي ديفوتد زي ما قلتي, تكرسي نفسك للاسلام وتقربي من ربنا وتبقي مخلصه لربنا. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ انت متعلمه الدين في لندن من وانت بالظبط. صغيره, وهنا برضو اسلام, ايه الفرق؟ مش عارفة يعني, ايه اللي ممكن غيرك من جوه؟ مش عارفة يعني, ربنا ما كانش رايد في لندن, يعني ما كانش رايت. ايوه رايد في لندن. بس لما جيت مصر مش عارفة يعني, ممكن الحاجة اللي كانت ناقصاني ابتديت لما أسمع الأذان, ولما ابتديت أقرأ و الروحانيات يمكن يا منى. عالية بشكل. وبعدين كان في فترة كنت أنا قيام الليل ده, كنت أنا بصلي قيام يعني بالليل ده على طول على طول, فده قربني لربنا بشكل مش ممكن. يعني اللي هو أنا عايزة أعمل لك أي حاجة, أنا عايزة أبقى خدام عندك, عايزة أشتغل عندك, يعني عايزة أعمل أي حاجة عشان أرضيك بس. ف بعدين جالي كنت أنا بصور فيلم ساعتها, كان صحاب ولا بيزنس. فالمرحلة دي يعني أنا كنت ما كنتش بسيب إيدين على طول, بروح بقدم يعني على طول, الإيدين جدا أروح أجري بسرعة. بس في نفس الفيلم أنا كنت عايز يعني أنا ما كنتش ناوية أنا أقول ده, بس أقوله يعني, أنا حاسة أنا عايزة أقوله يعني. كنت أنا بصور يعني وكده, فالإيدين كان أدن فاتني, فأنا كنت تعبانة نفسيا جدا, والمفروض بنمثل وكده, وانا ابتديت ادمع وكده. فالممثلين بيقولوا مالك, فانا مكسوف اقول لهم علشان فاتني الصلاه, هيقولوا ايه ده, ما انت خايفة ممكن يسحقوا تصبري بس يعني. يعني ما حبكش يعني حاليا يعني. بس المهم, فوانا واقفه ببص حواليا كده, فبقول هي دي هتبقى حياتي يعني, هو ده يعني, هي دي الحياه. فعماله في نفس الوقت عماله اكلم نفسي, وبعدين اقول يا رب انت زعلان مني. وبعدين فجأة زي ما تقولي شفت زي باب جامع, يعني حاجة باب كبير وزي السجادة مفروشة كده, عارفة. بس فحسيت ان ربنا بيناديني وبيقول انا بابي, يعني بابي مفتوح, تعالي يعني, انتي بتعملي ايه عندك, تعالي يعني انا عايزك. فقال له ستوب. لقيت نفسي بجري بجري وبمسك دادة, مش عارفة ان بمسك الدادة دي يعني, ما بمسكها, بقول لها تعالي انا عايزاك تعالي معايا. فخدتها فعمال احضن فيها, بقول لا يعني كنت سقعانه بشكل مش ممكن. فبقول لها انا حاسه ان ربنا بيناديني, انا مش مفروض ابقى هنا, في حاجه تانية انا لازم اعملها, انا مش مفروض ابقى هنا. فوانا بقول كده يعني, فعامله كده, فحاطه حاطه زي بطانيه كده حواليا وكده, بقول لها انا عايزه اتحجب, ربنا بيناديني. فالاذان راح, الله اكبر الله, الله أكبر انت شايفه. الله أكبر. بس
فراحت قايله لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده شيطان ومش ده انت في عز يعني في عز ما هي حقيقه يعني في روحانيات تعليق كوميدي انا سمعته في حياتي، يعني اللي هو احنا بنقول باب جامع وكده وده شيطان وده حسد ومش عارف ايه، وانت في اول طريقك فما اتحجبتش. صليت وخلاص وما اتحجبتش. بعديها بفتره جالي يعني خلصت الفيلم، بعد كده خلاص بقيت عادي، بقت الدين قل شويه. وبعدين عمي ودخلتي في دوامه العمل مره تانية؟ لا، اللي هو كانت العمره بقى. جات لي عمي كان رايح العمره فقال لي لا ما حصلش كده سوري، كان في كذا، كان مجموعه كبيره رايحه فانا كنت نفسي اروح العمره. في حاجه؟ لا اتفضل. انا كان نفسي اروح العمره فانا ما كانش عندي محرم ساعتها، فكنت انا حاسه ان ربنا زعلان مني ومش حاببني. بس فابقى قاعده مع صحابي كلهم خلاص رايحين وكده، وانا الوحيده اللي مش رايحه. فلهم انا هطلع مش عارفه انا هروح اجيب حاجه وكده، واخش اوضتي واقفل الباب وافضل اصلي اقول يا رب انت مش عايزني اجي بيتك، انت مش عايزني، انت بتكرهني، انا مش عزيز عليك. بس بفضل ورني ورا بعض ورا بعض اقول اتكلم كده وعيط لدرجه جالي اكتئاب مثلا مده مثلا اسبوع. فجاه لقيت عمي بيكلمني او حد من قرايبي بيكلموني، فبيقول لي يا عمو عايز يسافر بس متدلع. قلت له ايه؟ عمو عايز يسافر متدلع؟ قلت له طب انا عايز اسافر، طيب قولي له. مش فكلمته وحصل ان انا ايه سافرت العمره. ايوه فعلا ربنا كان رايد. يعني ربنا كان رايد انك تسافري العمره يا سبحان الله. سبحان الله يعني. كان احساسك ايه ساعتها هناك؟ انا عايز اسمع بنت الحكايه بصراحه. انت قلتي مش هحكي وبعدين يعني الحمد لله من حظي. حصل حاجات كتير لما روحت العمره يعني، بس مش عشان كل ما احكي الحاجات دي مش عارف ايه اللي بيحصل لي بعديها يعني، بس بتعب مش عارفه، فمش حابه ان انا اقول ده. مفيش داعي. بس لما روحت حسيت طبعا بعظمه ربنا. بس انا حابه اقول حاجه عشان ممكن ناس يحصل لهم نفس اللي حصل لي بس مكسوفين يقولوا. انا اول لما شفت الكعبه ما حسيتش بحاجه، حسيت ان الكعبه اصغر وما حسيتش اصغر من الناس بتوصفها. لا من انا بشوفها على التلفزيون بس. فاتصدمت قلت ايه ده، وكل الناس عماله تعيط وكده، فعماله اقول ايه ده، طب اشمعنى انا؟ هو ربنا زعلان مني؟ طب انا ليه انا مش حاسه وانا قلبي حجر؟ انا مش عارف ايه. فبقيت متضايقه من نفسي. فروحت الصفا والمروه، يعني بعد كده رحت الصفا والمروه، بقيت اتخيل زي النور كده ستنا هاجر كده، يعني رايح جاي رايح جاي في الروحانيات عالية تاني يعني. اللي هو ايه ده، وفضلت يعني اكلم ربنا وكده. على بالليل رحت مكه تاني، بس حسيت بقى بعظمتها بقى بالليل، يعني حسيت بعظمتها يعني قد ايه انها عظيمه وكده. فانا حابه اقول كده عشان ممكن ناس كتير يقولوا انا ما حسيتش بحاجه ويخافوا وكده، فده شيء عادي يعني. وليزا انت متجوزه؟ لا مش متجوزه. لسه ما اتجوزتيش؟ لا. كان انا بدعي لك ربنا ان فعلا يرزقك بزوج صالح. صالح جدا. لا انا كنت عايزه اعرف منها مواصفات الزوج، يعني كنت عايزاها هي اللي تقول. مش عايزه يعني انا مش عايزه احنا اللي نقول يا رب يجي لك ابن الحلال وحاجات كده. انت الزوج اللي انت متخيله ان هو ده اللي ان شاء الله يبقى ربنا بيحبك لما يرزقك بيه، مواصفاته ايه؟ يعني يخاف الله ويبقى عايز الطريق الجنه، يعني عايز نفس الطريق اللي انا عايزاه. مش عايز دنيا ودنيا بس، وعايز المظاهر. ايوه المظاهر انا مش عايزه ده يبقى اهم حاجه. ده الدين وربنا 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 بس. يا رب ان شاء الله ربنا يرزقك بيه يا رب ان شاء الله. نشكرك جدا يا منى على اللقاء الجميل ده. احنا فعلا يعني كان نفسنا نشوفك من زمان، واعتقد كل المشاهدين، وكان موفق. وكل سنة وانتي طيبة مشاهدينا. كل سنة وانتي طيبة يا رب.